تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها. وشملت الجولة التفقدية ترسانة بورسعيد البحرية ومستشفى الرباط التخصصي وكذلك مصيف العاملين ببورسعيد، فضلا عن أعمال ترميم مبنى القبة وتحويل المنطقة المحيطة لمارينا يخوت عالمي. وأكد الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري. من جانبه أشاد محافظ بورسعيد عادل الغضبان بالدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس لخدمة أهالي القناة وللارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم، سواء خدمات طبية أو ترفيهية أو ثقافية أو غيرها.